Separation, you excel at being free. Could
you find a little room inside for me? Whatever I said wrong, did, I didn't mean it. I just want you back for good. بلاد داكشي حنا هاد العام مقصرين في حقكم، ما قدرناش انا نجيبو داكشي كتير، ولكن سمحوا لينا هادشي دركنا في الوقت ما كانش كافي، كان عندنا خدمه اخرى، سمحوا لينا بزاف. وحنا راه كنا باغيين نجيو عندكم بلا هادشي، حيت داك العام الاستقبال اللي درتو لينا راه عادي كان معنا، قلنا نجيو غير نشوفوكم، قلتها بغينا غير نجيو نشوفوكم، هادشي ما تعتبروش راه شي حاجه، حنا بغينا نشوفوكم وصافي. الله يجعل البركه. حنا ماشي شي حاجه اللي جايبينها كثيره، ولكن انا بغينا نشوفوكم. نشوفوكم قلنا ما نجيوش بيدينا في شي حاجه تستاهل وما تكثر. سمحوا لينا بزاف والله. الحمد لله الدورة الثانية هذه، ومازال العام الجاي إن شاء الله. إن شاء الله نعاودوا لكم هذا العام. مرحبا بكم. إن شاء الله حنا نبقاو ديما معكم، الله يستر لكم. نجيو نتعاملوا معنا ومعكم. باش نكمل الكلام هذا الأخ ديالي، الأخ ديالي عثمان. أول حاجة كنشكركم بزاف بزاف على الاستقبال اللي استقبلتونا العام اللي فات، ما توقعناش صراحة هذا الاستقبال، وفرحتوا بينا، ماشي فرحتوا بداكشي اللي جبنا لكم، حيت داكشي ماشي شي حاجة، جبنا شي حاجة اللي رمزية. كنتمنوا إن شاء الله بحال هذه المبادرة يتكرروا ويتكرروا. واللي بغيت نقول لكم هو أنه هذا العمل الخيري راه تكاثر فيه بزاف ديال الناس، عندنا ناس كاينين، ناس كاينين في فرنسا، في أمريكان، في برا، كاينين في المغرب، في المغرب كامل، اللي كل واحد باش ما قدر الله ساهم. الحاجه الوحيده اللي بغينا نوصلوا لكم هو انه حنا جايين من كازا، من الرباط، من اكادير، من شحال من مدينه، حاملين واحد الرساله للعاتق ديالنا نوصلوها لكم. شنو هذه الرساله؟ هو انه خوتكم اللي كاينين في المغرب ولا في برا ولا كل شيء راه كيشوفوكم وعارفينكم فين ساكنين وعارفين الظروف ديالكم وحاسين بكم وكيقولوا لكم حنا معاكم، بالرغم انهم عطاوكم غير هذا الشيء اللي قليل، الحمد لله هذه البركه. ولكن نتمنوا هاد العمليه ان شاء الله تزاد ان شاء الله. دونك الرساله ديالنا هو انه راه خوتكم راه ما ناسينكمش، انتم راه خوتنا وحنا راه عائله. وشكرا لكم. سمحوا لينا. مرحبا بكم السنين الجايه. بالنسبه يعني للدعم ولا بالنسبه ما هو ما تيتقدم للساكنه فهذا طبيعه الحال راه باين، لان المهم هو يعني العمل الانساني، الانسانيه هي الاولى باش يعني باش تزور بحال هذه المناطق راه هما المهمين. كما قلت لك راه المهم هو العمل الانساني، والمهم هو انك تفكر تزور واحد المنطقه، والمهم هو انك تعرف يعني راه كاينين شي ناس مثلا واخا انت يعني تسكن مثلا ساكن المدينه ولا الى غير ذلك، يعني راه على الاقل عندك واحد التفكير بان راه كاينين شي ناس مثلا يعني تعانيو في الشبل، كيعانيو في الشبل، لان التفكير يعني فعلا، لان هذا التفكير طبيعه الحال يعني ليس لا يجب على يعني المدنيين فقط التفكير، لانكم انتم راه اللي خصو يعلم الساكنه راه حتى انتم غير يعني غير مجتمع مدني، مدنيين بحالنا بحالكم، يعني راه الا جيتي الا جبتي شي حاجه راه ماشي انت يعني جايه داك الشيء من ما عرفت شنو الدوله جابت واحد الدعم قداش وجبراتك باش يعني باش توزعوا، ولكن يعني داك الشيء تيبقى غير فيما هو انساني فيما هو عمل انساني. بغيت نشكر بزاف ولاد وبنات الخير ديال برينسدوم، شكرا بزاف 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 على التعاون ديالكم، شكرا بزاف على العطاء ديالكم، شكرا بزاف على الثقه ديالكم، بفضلكم وفضل المجهودات ديالكم احنا فين وصلنا الحمد لله. والله يرحم لكم الوالدين ولاد وبنات الخير، وبرينسدوم شرف انتماء. Thank you.